يا واد يا سيمبا، يا واد يا سيمبا، قوم عايزاك في موضوع مهم جدا. ده احنا هنهيس. يا واد يا سيمبا قوم، يا واد يا سيمبا بسرعة. ايه يا ماما؟ خير يا ماما؟ ايه ده، هو انت حتى واردة ليه يا ماما؟ انت خارجة ولا ايه؟ لا يا واد يا سيمبا، لا ده احنا هنبقى مبسوطين خالص. انا خلاص قررت افتح مطعم واسميه مطعم الفنانين، عشان كل الفنانين اللي انا بحبهم اشوفهم وهبقى مبسوطه خالص. واسكت يا واد يا سيمبا، كل الهدوم اللي عندي هخليهم يمضولي عليها زي ما بيمضوا عند كل الناس. يا حلاوه يا ولاد، انا مبسوطه خالص. ماما، هو انت بتحلمي يا ماما؟ يعني هيسيبوا كل المطاعم اللي في الدنيا دي وهيجي عندك انت يا مو سيمبا عشان خاطر ياكلوا؟ اكيد يا ماما. هو انت اصلا يا ماما بتعرفي تطبخي ولا بتعرفي تعملي حاجه؟ ده انت كل اكلك محروق وما بنرضاش ناكل منك خالص. يا واد انت اتجننت يا واد. طب ما انا هجيب ناس تطبخ. هو انا بعرف اطبخ ولا من امتى كنت بطبخ؟ انا ماليش في الطبيخ يا حبيبي، انا ليا في التمثيل والغنى، انا بموت فيه. انا بقول لك ايه، عارف اكتر ممثل بحبه؟ لا معرفش مين يا ماما اكتر ممثل بتحبيه. انا لسه هعرف منك دلوقتي. انا يا واد اكتر ممثل بحبه الفنان اشرف عبد الباقي، ده بيضحكني خالص. بقولك ايه، انت عارف انا بحب امثله ايه؟ انا بحب اقول مكانه عايزك تطلع دكتور دكتور دكتور. ولا يا واد الفنان حمدي، بموت فيه، بحبه خالص، بيضحكني جدا، بيخليني اكون مبسوطة وبيخليني اضحك واعمل كده اهو. بس كل اللي انت بتقولي عليهم دول يا ماما فنانين بيمثلوا بس، وانت بتقولي بتحب الغنى والتمثيل، مين بقى من اللي بيغنوا بتحبيهم يا ماما؟ انا يا واد بحب الفنانة اللي بموت فيها وبحب كل اغانيها، الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، دي فظيعة وصوتها حلو خالص وهي بتغني وتقول يا معافر يا معافر يا معافر، والنبي بتخليني عافر واكل بايدي واسناني. يعني انت يا ماما هتجيبي كل الفنانين اللي انت بتحبيهم وهيقعدوا معاكي وياكلوا من الاكل بتاعنا اللي في المطعم؟ طب وانا يا ماما، انا في فنان بحبه قوي. ولا تزعل نفسك يا واد يا سيمبا، قولي بس مين هو الفنان الجميل اللي انت بتحبه وهيجي يقعد في المطعم. ما تخافش، ده اسمه مطعم الفنانين يا حبيبي. انا عايز اشوف بكار يا ماما، ابو كف رقيق وصغير، عشان اول ما يشوفني في المطعم يقولي هاي ازيك يا سيمبا، شفت امبارح حصل ايه؟ وده جيبهولك ازاي يا واد يا سيمبا؟ ده يا حبيبي كرتون هيجي في رمضان ان شاء الله اللي جاي. احنا بنستناه كل رمضان. والنبي يا واد انت ما بترضى تاكل غير لما تسمع يا ابو كف رقيق وصغير. بس اسكت يا واد يا سيمبا، انا زعلانه خالص. السنه اللي فاتت في رمضان ما جابوش الفنان اللي انا بحبه خالص، وكنت مستنيه المسلسل بتاعه بفارغ الصبر، وزعلت انه مش جابوه، الفنان الكبير اللي انا بحبه وهموت واشوفه كده واسلم عليه، محمد امام، بموت فيه يا حبيبي. انت عارف يا واد، لو ما جابوش السنه دي لمحمد امام مسلسل انا هعمل ايه؟ هتعملي ايه يا ماما؟ قوليلي هتعملي ايه؟ هعمل ايه يا ابني؟ هو انا بايدي حاجه اعملها؟ هستنى طبعا لرمضان اللي بعده. هو احنا ورانا حاجه يا حبيبي غير الانتظار؟ يلا يا ابني عشان اوريك المطعم الجديد بتاع مطعم الفنانين. ايه رأيك بقى يا واد يا سيمبا في المطعم الجميل؟ شفت حلو ازاي؟ هيحبوا المطعم خالص، ده انا عندي بيتزا ايطاليانو وفرنساوي وكل الماركات. ده انا عاملة مطعم متكلف. ده انا صرفة كل الذهب بتاع الجوازة حبيبي. ده عشان ده مين اللي هيجي؟ ده عايزك تطلع دكتور، مستنياه والله. ماما احنا بقالنا شهر يا ماما، بقالنا شهر ومفيش ولا فنان يا ماما، ده حتى الناس العادية يا ماما محدش جه هنا. هم عارفين ان اكلك وحش ولا ايه؟ والنبي يا واد يا سنبوبة، ما انا عارفة مستنياهم،
مستنية كل الفنانين. هو يا واد، قبل ما نعمل المطعم مش المفروض نعمل دعاية يا واد، ونقول على الفنانين على الفنانين التوجه إلى مطعم أم سيمبا، ولا إيه؟ والله يا ماما انا شايف ان انتي اصلا تقفلي المطعم دوت. انتي يا ماما مالكيش في الفن ولا ليكي في التمثيل ولا في الغنى. انا بفكر يا ماما تعملي تفتحي كوافيرها تبقى فيه جميلة خالص. يعني ايه يا واد يا سيمبا؟ يعني انا مش هشوف ولا فنان، مش هشوف اشرف عبد الباقي ولا محمد امام، ده انا نفسي اسلم عليه يا ابني. والله ما عارفه اعمل ايه، انا شايفه اقفله احسن، محدش هيجي. يا خساره الذهب اللي انا بعته، انا بعت الذهب ب5000 جنيه. وتوته توته خلصت الحدوته، اشوفكم في حدوته جديده يا اصحابي. ما تنسوش لايك واشتراك، ما تنسوش الاشتراك يا اصحابي.